شيخ حمد، السنين الأخيرة تغيرت المملكة العربية السعودية، ويمكن أن نلخص التغير من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى هيئة الترفيه، ومن إرث الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى حاضر طال عمره تركي الشيخ. يعني كيف ترى هذا التحول في هذه الفترة القصيرة؟ حقيقة يعني المشاهد للبلد يرى التغيير السريع، ابتداء مثل ما تفضلت إغلاق أصوات المصلحين بشتى أنواعهم، ليس فقط العلماء والمشايخ، أي مصلح اجتماعي أو رياضي حتى أو شرعي أو تعليمي أو تربوي يخالف السياسة الموجودة الآن، هذا يعد في البلاك ليست. يعني فما يحدث حقيقة اليوم من إغلاق جوانب الإصلاح بشتى أنواعها وفتح المجال للتغريب إن صح التعبير، أخذوا من الحياة الغربية فقط اللي هو الأمور السلبية. لماذا لا نأخذ من الغرب الشفافية؟ لماذا لا نأخذ من الغرب المحاكمات يعني وفق القانون؟ لماذا لا نأخذ في حياة الغرب التعبير عن الرأي وإبداء وجهة النظر، ويعني لأي مواطن المصالحة الواضحة ما بين الحكومات الغربية وشعوبها، الجميع يعبر عن رأيه في أي مكان، وربما يتكلم على أكبر رأس في الدولة ولا أحد يقول له شيء، يرجع إلى بيته سالما يعني، وله من الحقوق وله من الاحترام والتقدير. نتمنى أن هذا يكون يعني في بلادنا. للأسف أستاذ أسامة أقدر أقول لك البلد مختطف، المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين اليوم مختطفة لسلب هويتها الإسلامية ومرجعيتها الدينية إلى عقائد وأخلاق وقيم مغايرة تماما لأخلاق الإسلام. بلاد الحرمين يأتون فيها بمغنية تسب الذات الإلهية وتهزأ الأنبياء أمام الناس، ولا أحد يتكلم، لا يوجد واحد من هيئة كبار العلماء ولا المصلحين ولا الدعاة، والذين كانوا خلال طوال الفترات الماضية يدعون المرجعية إلى العقيدة الصحيحة وإلى التوحيد. هؤلاء لا يتكلموا بسبب ماذا؟ يعني إغراءهم بالمال بالمنصب، تخويفهم من الحبس، يعني كيف تتعامل السلطة مع هيئة كبار العلماء؟ سأجيب إجابة عامة ثم اللي تفضل فيه أستاذي الكريم. حب الدنيا وكراهية الموت هي التي تجعل كثير يعني من العلماء والدعاة وغيرهم وحتى مسؤولية الناس والشعوب كذلك والأهالي يصمتون عن كثير من التغييرات الحاصلة في البلد، إما خوفا أو طمعا، خوفا على المكتسبات الدنيوية الموجودة عندهم أو أن تذهب، أو خوفا من السجون، أو خوفا من الاعتقالات، أو خوفا مما يشاهدون، أو طمعا لأن البعض قد يبتز، ومن يطبل أكثر يأخذ أكثر ويصدر أكثر وربما يعطى منصب أكثر. هذا أمر. الأمر الثاني حقيقة يعني هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية هي هيئة في الحقيقة غير مستقلة. يعني هيئة كبار العلماء تأتيها المسائل التي تريد أن تناقشها من المسؤول، لا تنشئ مسائل من عندها مستحدثة جديدة، يعني لا يسمح لها بذلك. فبالتالي أكثر المسائل التي تأتيها مسائل موجهة ويعني لصالح ما يريده النظام الموجود الآن يعني للأسف، فهي لا تقوم بالواجب المناط فعلا على أهل العلم من بيان الحق وتبيانه. ما سمعنا كلام هيئة كبار العلماء في إحداث إخواننا في غزة، ما سمعنا يعني كلام إخواننا في هيئة كبار العلماء فيما يحدث من الطعن في الذات الإلهية وفي مقام النبوة، وأنتم تدعون المحافظة على التوحيد وبلاد الحرمين. ما سمعنا من هيئة كبار العلماء وجود بعض يعني المنتمين للكيان المحتل أن يأتي يصول ويجول في بلاد الحرمين وقرب المدينة النبوية وقرب مكة المكرمة وفي جدة، ويصور ويتكلم بكل أريحية ويأتي إلى مدائن صالح ورأي ربما يعني يعمل بعض الممارسات الدينية وغيرها. لم يتحدث أحد.
في مدان صالح يؤتى ببعض العقائد وبعض ما يسمى بال يعني المعبودات وهكذا في بلاد الحرمين، ولا أحد يتحدث. يعني هذه كلها موجودة للأسف في بلاد. التغيير الذي حصل القوي السريع فيما يخص هيئة الترفيه وتفاصيلها والمجون الذي يحدث